هقد حوشكنا على الانتهاء من بناء الحوض بعد أن قمنا بردم كل آبار الماء الأخرى، والرجال أوشكوا هم أيضا على الانتهاء من بناء العريش ليشرف منه الرسول على ساحة المعركة. وقد جعل رسول الله الجيش كتيبتين، واحدة للمهاجرين بقيادة علي بن أبي طالب، والأخرى للأنصار بقيادة سعد بن معاذ. ولا تنسى أهم الأشياء وأعظمها يا عبد الله، القلوب المليئة بالإيمان. فالقلب المملوء بالإيمان يحفظه الله دائما. نعم معك حق، فالله دائما يحفظ من يحفظه. هيا نتوضأ لنصلي. لقد افتقدنا هنا في المدينة صوت بلال، ذلك الصوت الرخيم. فعلا إنه مؤذن الرسول، ولقد سمعت أنه أبلى بلاء حسنا في المعركة. بالفعل إنه كان يتدرب مع باقي الرجال على المهارات القتالية التي كان يشرف عليها الرسول بنفسه. أما في معسكر المشركين فقد بدأت خطة الحباب تؤتي ثمارها. كيف؟ أحضرتم الماء؟ لا، كما ترون فكلما اقترب أحد منا من البئر انهالت عليه السهام كالأمطار. ألا تخجل من قولك يا رجل؟ أنت رجل أنت، فلتذهب أنت يا أشد الرجال ولترنا كيف ستحضر الماء. طبعا سأحضره، ولكن ليس الآن، فيما بعد. أعتقد أنه لابد من الحرب الآن حتى نصل إلى بئرهم، فإذا لم نقتل من سهامهم فسنهلك من العطش. لا أدري لماذا كانت الحرب منذ البداية. فلتقل ذلك أمام عمرو بن هشام. لا تؤاخذوني في حديثي هذا، إنه بسبب العطش. إذن هيا نجتمع بعمر بن هشام لنحدد ساعة الحرب. واصطف الجيشان وبدأت المعركة بخروج الأسود بن عبد الأسد المخزومي من صفوف المشركين. إني أعرف هذا الرجل، فهو مشهور بعداوته للمسلمين. اتجه نحونا شاهرا سيفه وقال: واللاتي لا أشربن من حوضكم أو لا أهدمن. الله أكبر الله أكبر. وبعد ذلك خرج من صفوف الكافرين عتبة بن ربيعة وشيبة أخوه والوليد بن عتبة، وخرج من صفوفنا ثلاثة فرسان من الأنصار. وعندما رآهم عتبة قال: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. وهنا أخرج لهم رسول الله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب عبيدة بن الحارث يا عبد الله. وقد قام حمزة بقتال شيبة، وعلي قاتل الوليد، أما عبيدة فقد قاتل عتبة. ولقد أظهروا مهارتهم في القتال، فكانت بداية لانتصارنا. الله أكبر الله أكبر. إن تمر يثرب لا يشبهه في الطعم تمر آخر. عندك حق، فهو ذو حلاوة خاصة، خاصة عندما نضيف إليه اللبن والعسل. أما زلت تذكر ذلك يا عم زيد؟ بالطبع، فمنذ أن تذوقت شراب التمر واللبن الذي صنعتماه لي، وأنا في صباح كل يوم أصنع شرابا مثله وأتناوله قبل أن آتي إلى هنا. والآن فلنعد إلى ساحة المعركة ولتكمل لي ما حدث. لقد كان المسلمون يكبرون في صوت قوي: الله أكبر الله أكبر. واشتدت المعركة وزاد لهيبها، وكان المسلمون يقاتلون وقلوبهم يملأها الإيمان والحماس. وقد رأيت في المعركة بلالا مؤذن الرسول وهو يتجه نحو أمية بن خلف الذي طالما عذبه كثيرا تحت حر الشمس، وكان يضربه بالصوت حتى يترك دين الله الواحد الأحد. وفي المعركة ظل بلال وأمية يتبارزان حتى وقع أمية رأس الكفر والضلال، وازدادت حماسة المسلمين. واشتدت هذه الحماسة أكثر وأكثر، خاصة بعد أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء وألقى بها في وجوه الكافرين فأصابتهم جميعا. عيناي لقد عميت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سلمت يدك يا رسول الله، انتظراني قليلا. إلى أين ذهب؟ لقد استوقف رجلا، ترى من هذا الرجل؟ لا عليك يا عمرو، ولتخبرني عن والدك، فقد علمت أنه سيشارك العم ابن السعدي في تجارة الزيتون. نعم، ولقد بدأ التجار هنا يعرفون والدي، خاصة أن أبي دمس الخلق معهم. عفوا أني تركتكم، ولكنني أردت أن أواسي خيثمة بن الحارث بعد استشهاد ولده. أهذا الذي كنت تقف معه هو خيثمة بن الحارث، والد الشهيد بإذن الله سعد بن خيثمة؟ نعم، أتعرفان قصته؟ لقد رأيناه وهو يقاتل كالأسد في المعركة حتى استشهد، رحمه الله. إني لا أقصد قصته في المعركة، ولكن قصته مع أبيه. لا، لا نعرفها. عندما دعا الرسول للخروج لملاقاة قافلة قريش، أراد سعد أن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما أراد أبوه، ولكن لم يكن بالإمكان ذهاب الاثنين. لماذا؟ السبب هو بنات خيثمة، فهن كثيرات ولا بد من بقاء أحدهما معهن، لذا قام خيثمة وسعد بعمل قرعة وفاز سعد بالذهاب، ولكن أباه طلب إليه البقاء، فقال له سعد: لو كان غير الجنة يا أبتاه لآثرتك به، ولكنها الجنة، وإن شاء الله سينال ثوابها. وماذا عن والده الآن؟ لقد ربط الله على قلبه بالإيمان والصبر بعد أن رأى في المنام سعدا وهو يقطف ثمار الجنة ويقول: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا رب اجعل جميع شهدائنا في الجنة.